السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني هذا الفيديو صورته على عجالة لوجود فيديو منتشر الآن على مواقع التواصل الاجتماعي لواحد بيدعي أنه يحمل الدكتوراه في الطب وبراءات اختراع ويدعى الدكتور روي وهو من الهند. هذا الرجل تتبعت أمره، ما في معه دكتوراه في الطب وهو عبارة عن تاجر متممات غذائية، وكل المواقع اللي تتكلم انه معه دكتوراه هي مواقع هو غالبا هو اللي عملها. كثير من الناس بينشروا هذا الفيديو، ولكن السبب تصويري لهذا الفيديو هو من باب التوعية، لانه ممكن يضر كثير من الناس وخاصة اللي معهم سكري. هو يدعي انه ما في اشي اسمه سكر الدم، وبيعمل تجربة أمام الناس، بجيب بيخلي واحد يسحب منه الدم يفحص له السكري على جهاز فحص السكر العادي، وبعطيه نتيجة أنه 160، وبعديها بيخلط دمه بالجلوكوز وبيفحص كمان مرة بيطلع 500، بعديها بجيب سكر الفواكه اللي هو سكر الفركتوز بيخلطه بدمه فبيبين وكأنه الدم عنده نزل ل 109 السكري. الصحيح انه هذه التجربة بتدل على انه هذا الرجل رجل نصاب ما في له دخل في الطب. للأسف انه كثير من الناس نشروا هذا الفيديو، وكثير من مرضى السكري بصفة مدير مختبر بتكلموا عنه انه اذا انا اكلت فواكه راح يروح مني السكري عادي. كل مو طبعا هو ايش بطلب من الناس انهم يأكلوا الموز، يأكلوا العنب، يأكلوا التفاح بكميات كبيرة، ما تخاف راح يروح منك السكر. هذا كلام فارغ. الجهاز الصغير مصمم فقط لفحص سكر الجلوكوز، اما سكر الفركتوز ما بيفحصه هذا الجهاز. الفركتوز انت لما بتاكل سكر الفركتوز او سكر السكروز او اي نوع من السكريات، هذه السكريات راح تتحلل في دمك وتتكسر كيميائيا الى النوع الابسط. جسمك مش راح ياخذ سكر الفركتوز ويوديه للدم مباشره، ولكن راح ياخذ منه الجلوكوز. وبالتالي الكلام اللي ورد في هذا الفيديو للاسف انه انتشر من قبل ناس كثار. انا اليوم لاحظت يعني عشرات الناس ناشرين هذا الفيديو. مثل هذه الفيديوهات بتضر كثير. اللي بيقول لك انه تم اكتشاف دواء للسكري هذا كذاب، ما في واحد لغاية الان اكتشف دواء السكري سوى الادوية المعروفة. اما انه السكري يروح منك وتترك انت الدواء وتعرض حالك لهذه المخاطر نشان واحد كذاب بده يبيع اعشاب او بيع بعض المتممات الغذائية، فانا نصيحة لله تعالى يعني قمت بتسجيل هذا الفيديو من باب توعية الناس على ذلك. أي سكر أنت بتاكله شو ما يكون معقد فركتوز أو سكروز، في النهاية الجسم مش راح يحلله كيميائيا ويبسط هذا السكر لعند ما يوصل الجلوكوز ويرتفع عندك في الدم. أما قضية أنك تاكل فواكه قد ما بدك هذا كلام فارغ مش صحيح. هذا الكلام نعم السكريات اللي مصدرها طبيعي أفضل من أنه أحط أنا سكر، يعني لو حطيت أنا عسل في كاسة شاي أفضل من أحط السكر الأبيض، ولكن حتى العسل راح يرفع عندك السكري. أما كلام أنه بيروح منك السكري هذا كلام خطير جدا، وأنا يعني أنصح الجهات المسؤولة إذا بدهم يتبعوا جريمة إلكترونية يتبعوا النصائح الطبية الكذابة اللي نازلة على الفيسبوك 24 ساعة وما في حد بيتبعها على إنها جريمة إلكترونية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.